نعم يارا، بالفعل هذه الاستهدافات باتت متكررة خاصة خلال الأيام الأخيرة التي تصاعد فيها إسرائيل من عملياتها الحربية على لبنان. باتت المسيرات والصواريخ التي تنطلق من الجهة العراقية أمر روتيني فقط. يعني دعيني أقول هذا المعطى، في الـ 24 ساعة الأخيرة كان هنالك 6 مسيرات انطلقت من العراق نحو إسرائيل، 3 منها في الجولان المحتل، واحدة في وادي عربة، هذه الليلة 2 في مدينة إيلات. اليوم طبعا انفجرت مسيرة واحدة، الأخرى اعترضت وكانت هنالك إصابة بسبب انفجار هذه المسيرة. ولكن من الست مسيرات هؤلاء 4 مسيرات نعم إيمان، نعم، هل تسمعونني الآن؟ نعم نسمعك. أعتقد بأن هنالك حتى الآن لا يوجد تحريض داخل إسرائيل بالعمل على الجبهة العراقية، وأفترض بأن إسرائيل تحذر من هذا الأمر كي لا يتم استهداف القوات الأمريكية في تلك المنطقة. ولكن بالطبع التهديدات التي تأتي من الجبهة العراقية تزداد يوما بعد يوم، كما قلت فقط في اليوم الأخير 6 مسيرات، ومن المتوقع أنه مع استمرار التصعيد أو تصعيد العمليات الحربية على لبنان قد تزداد هذه العمليات من جهة العراق. أعتقد بأنه لو كانت هنالك إصابة جدية أو مقتل شخص، ربما كانت إسرائيل ستتصرف بشكل آخر، كما حدث مثلا مع الحوثيين حينها كانت تركت إسرائيل قضية الحوثيين للتحالف الدولي. ولكن حين أصابت مسيرة يمنية منطقة داخل مدينة تل أبيب وأدت إلى مقتل إسرائيلي، قامت إسرائيل بعملية كبيرة ضد الحوثيين في ميناء الحديدة، كنا قد رأيناها. وبالتالي يعني على الأرجح بأن إسرائيل حاليا لا تريد فتح هذه الجبهة على مصراعيها، أولا لتركز على جبهات أساسية أكثر بالنسبة لها، نتحدث عن لبنان طبعا، ومن ثم غزة التي أضحت بالنسبة لإسرائيل جبهة ثانوية. ولكن مع ذلك تترك العراق، يعني لا تفتح هذه الجبهة واسعا، لكي لا أعتقد بأنه لكي لا يتم استهداف القوات نعم الأمريكية في تلك المنطقة. طيب إيمان، أيضا هناك اجتماع للكابينت لبحث مسألة التدخل البري، وأيضا هناك حسب القناة 13 الإسرائيلية بأنه قد يمنح نتنياهو وجالانت تفويض للقيام باجتياح بري، هل من تفاصيل رشحت إليك حتى اللحظة؟ أولا اجتماع الكابينت لم يبدأ بعد، كان يفترض أن يبدأ في ساعة أبكر، ولكن هنالك مشاورات أمنية في هذه الساعة لم تنتهي، تأخرت، وبالتالي أيضا اجتماع الكابينت تأخر. الآن هنالك اجتماع أو مشاورات أمنية يعقدها نتنياهو مع وزير الجيش يؤاف جالانت، مع سكرتيره العسكري، وأيضا مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، الذي يعني في هذا السياق يمكن القول بأن رون ديرمر، كنا قد علمنا قبل بضعة أيام بأنه يرأس طاقم يعني يحاول أن يصل إلى مفاوضات في القضية اللبنانية، أو سمعنا بالطبع هذا الأمر اليوم. ولكن دعيني أعود إلى موضوع الكابينت، يفترض أن يصوت الكابينت على تخويل نتنياهو وجالانت بالقيام بعملية برية. أذكر هنا بالقانون الإسرائيلي بأن أي عملية قد تؤدي في نهايتها أو في إخراجها إلى حيز التنفيذ إلى حرب، على رئيس الحكومة أن يتلقى موافقة الكابينت على هذا الأمر. كان الكابينت قد خول نتنياهو وجالانت بالتصرف في الشمال على الجبهة الشمالية، اليوم سيكون هنالك تصويت على تخويل نتنياهو وجالانت بقرار الدخول البري أو الاجتياح البري إلى لبنان. هذا لا يعني بالضرورة بأننا سنرى الاجتياح البري مثلا هذه الليلة أو يوم غد، ولكن هذا يعني بأن حين يعني بعد في حال تلقوا هذا التخويل هم ستكون لديهم الحرية، نتنياهو وجالانت، باتخاذ هذا القرار في أي وقت يرونه مناسبا، قد يتخذ أو قد لا يتخذ، ولكن لديهم القرار ويمكن إخراجه إلى حيز التنفيذ في أي وقت يريدانه نتنياهو وجالانت. كان اليوم بالطبع هنالك إشارات أيضا تهديد جدي من قبل رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي حين قال بأن إسرائيل تستعد لعملية هو سماها مناورة برية، هذا المصطلح الذي تستخدمه إسرائيل. كان أيضا
هنالك لقاء ما بين قائد القيادة الشمالية في الجيش مع اللواء السابع وهو لواء مدرعات. هذا اللواء كان قد نقل من غزة مع كل الفرقة 98 التي يعمل ضمنها إلى الشمال. كانت هذه أول إشارة بأن هنالك توسيع للحرب وتصعيد على الجبهة الشمالية. واليوم كانت هنالك إشارة أخرى وهو استدعاء لواءي احتياط إلى الشمال. هذا يعني المزيد من التصعيد. ولكن هنا يجب أن نذكر، وهذا ما قاله أيضا الناطق العسكري الإسرائيلي في مؤتمره الصحفي هذه الليلة حين أكد أو حين سئل عن قضية تجنيد الاحتياط، قال بأنه حتى الآن لا يوجد تجنيد واسع. نذكر فقط حين بدأت الحرب على قطاع غزة كانت قد جندت إسرائيل 350 ألف جندي احتياط للقيام بهذه العام أو للقيام بهذه الحرب، حددتها بأنها حرب. ولكن الآن في لبنان ما يزال الحديث عن عمليات عسكرية ولا يوجد تجنيد واسع للاحتياط. الخطة هي على الأقل كما نفهمها نحن بأن هنالك خطة تدريجية، أي تصعيد تدريجي ربما لمنح المفاوضات فرصة. عمليا إسرائيل اليوم لديها رسالتان متناقضتين، الرسالة الأولى بأنها تستعد لاجتياح بري، الرسالة الثانية بأن هنالك مفاوضات تقوم بها الولايات المتحدة وفرنسا علها تفضي إلى اتفاق على الجبهة الشمالية. رسالتان متناقضتان، سنرى أي منهم في نهاية المطاف سيحسم هذا الأمر. هنالك الكثير من التشكيك في المجتمع الإسرائيلي، يقال بأن نتنياهو قبل بهذه المفاوضات وأعطاها الضوء الأخضر من أجل اكتساب شرعية دولية لاستمرار هذه العمليات. شكرا جزيلا لك من الناصرة إيمان جبور مراسلة الغد.